من أنا؟ أنا لست سوى ظل. أنت تعرفني، لكنك أيضا لا تعرفني. لا تراني، لكني أراك. وجودي يكمن في داخل كل واحد منكم. أنا الشيء الذي يوجهك والذي تنصاع إلى أوامره. تحاول مجاباتي لكنك لا تستطيع. هذه هي طبيعتك، أن تكون ملكا لي. من أنا؟ أنا السيد إتش. عليك أن تصدقني يا سيدي، أنا لم أتعمد قتله. هكذا صرخ السجين بأعلى صوته، وأعينه قد غرقت بدموعها. صوته المرتجف والمتوسل لم يحرك ذرة مشاعر في قلب الضابط وسام، والذي جلس أمامه على مقعد وثير ينفذ دخان سيجارته الذي ملأ الغرفة بأكملها. هذا قبل أن يطفئها، ثم يميل نحو الأمام وهو يتحدث بصوت بارد برود الثلج. قال: إن القتل هي جريمة، سواء كانت متعمدة أم لا، مهما كانت الأعذار الواهنة التي ستقوم بتقديمها، فإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها. أرجوك يا سيدي أن تسمعني، فلتسمعني أيها المحقق. كل ما في القصة أنه... اخرس، أنا لا أحب سماع أصوات المجرمين. جميع الأدلة التي عثر عليها في مسرح الجريمة تدينك وأنت فقط. هذا هو ما أحتاجه. المجرمين من أمثالك والذين يعكرون الصفو وسلام هذا العالم يجب عليهم أن يقتلوا جميعا. ثم إشارة من يد الضابط وسام فقط جلبت اثنين من الحراس لينتشلوا السجين من أجل إعادته إلى زنزانته. ورغم بكاء السجين المرير وتوسله المتواصل من أجل فرصة فقط ليدافع بها عن موقفه، إلا أن الضابط وسام كان قاسيا كالحجر. لم يكن يملك ذرة مشاعر كي يشفق بها على ذلك المسكين، والذي كان يجرجر رغما عنه إلى حبل الإعدام. حالما أصبح وسام وحيدا في مكتبه، حتى أخرج هاتفه النقال من جيب سترته، ثم ضرب رقما يعرفه تمام المعرفة، وانتظر حتى سمع صوت كلمة ألو. سمعها من الجانب المقابل، فارتسمت ضحكة عارمة على فمه، تناقضت مع مظهره الجاد قبل قليل، وهو يقول في مرح: جهز نفسك غداء في الخارج اليوم يا أحمد، فسأعود اليوم من المكتب مبكرا. فأجابه صوت مرتجف من الجانب الآخر، كان مختلفا تماما عن صوت ابنه، وهو يقول: هل أنت السيد وسام والد أحمد؟ فاختفت ابتسامة وسام مباشرة، حل مكانها وجه خائف، وهو يقول في صوت مختنق: نعم، أنا هو. من أنت يا هذا؟ وأين هو أحمد؟ السيد وسام، أريدك أن تهدأ قليلا، أحاول ألا تنفعل من فضلك. إن أحمد قد أصيب بطعن السكين في قلبه، هو الآن في قسم الطوارئ في المستشفى. نزلت هذه الكلمات كالصاعقة المدوية على الضابط وسام، والذي سرعان ما جن جنونه وبدأ بالصراخ والنعيب وهو يتحدث إلى الشخص الذي أجاب على اتصاله: أخبرني ما اسم المستشفى بسرعة. وحالما وصله الرد من الجانب الآخر، حتى رمى بهاتفه لا شعوريا، ثم انطلق مسرعا يعدو نحو سيارته متجها نحو المشفى الذي يقبع بها ابنه. إنه ابنه الوحيد، والذي كل ما تبقى له في هذه الدنيا
بعد وفاة زوجته قبل 10 سنوات. كانت عاصفة من الذكريات مع ولده تمر عليه وهو يقود سيارته بلا هواد. كان يزيد من سرعته كلما جاءه ذلك الهاجس، والذي يخبره بأنه قد يفقد ولده في أي وقت. قواه خارت تماما حالما وصل إلى بوابة المشفى. قدماه لم تعد قادرة على حمله، وهو يسرع إلى المشفى بخطوات متلاطمة. كان نظره مشوشا بسبب دموعه المنهمرة والتي غطت على عيناه. إن كل شيء سيكون بخير، سأرى وجوه سعيدة تخبرني بسلامة ولدي حالما أنعطف نحو هذا الممر. هكذا كان يقول لنفسه، كان يتمنى هذا من أعماق قلبه. انعطف نحو الممر، لكن لم يرى ما كان يتمنى أن يراه. ما رآه كان شابا في نفس عمر ولده. وجه ذلك الشاب قد امتلأ بالدموع مثل وجهه تماما. سقط على ركبتيه، لم يقوى على مواصلة التقدم. اقترب منه الشاب بملامح مشفقة عليه وبصوت متحشرج مختنق، خاطبه قائلا: السيد وسام، إن أحمد مصر على رؤيتك، يقول بأنه يريد أن يقول لك شيئا مهم، أسرع أرجوك، لم يتبقى له وقت طويل. لم يتكلم وسام، ظل صامتا، لم يتحرك من مكانه إنشا، مما اضطر الشاب إلى حمله بنفسه وإيصاله إلى غرفة العمليات والتي يتمدد بها أحمد. حالما دخل وسام شاهد هذا المنظر الموجع، ولده الراقد على فراش الموت وهو يناديه بصوت شاحب: أبي أبي أسرع، علي إخبارك باسم ذلك الشخص. مر أسبوع، أسبوع كامل مر وكأنه 7 أعوام على الضابط وسام، والذي امتنع عن الذهاب إلى عمله، اكتفى بالجلوس وحيدا في شقته والذي غلفها الظلام بعد وفاة نجله أحمد، والذي كان بالنسبة له المصباح الذي ينير هذه الشقة الكئيبة. كان في حالة يرثى لها، عيناه قد ذبلت من شدة ذرفها للدموع، جسده صار هزيلا بسبب امتناعه عن تناول أي شيء، تعتريه نوبات غضب بين كل حين وآخر تجعله يحطم كل ما يلقاه في طريقه. عقله أصبح لا يفكر إلا بشيء واحد، ألا وهي الحادثة تلك قبل 7 أيام والتي جعلته على هذا الحال. وبينما كان وسام جالسا والكآبة تحوم حوله كالعادة، إذا به يسمع صوتا ساخرا يقول له: إلى متى تنوي المكوس وحيدا هنا أيها الضابط وسام؟ انتاب وسام هلع وفزع شديدين حالما سمع هذا الصوت، فقفز إلى الخلف وجسده يرتجف بقوة. من المفترض أن لا أحد يسكن معه في هذه الشقة سوى ولده أحمد، والذي قد توفي وغاب حسه مسبقا. هذا ما كان يفكر به وهو ينظر إلى المصدر الذي أتى الصوت منه، ليشاهد شخصا يجلس بأريحية على الأريكة الموجودة أمامه وكأنه من أهل البيت وسكانه. الغريب في الأمر أن الشخص كان أسودا تماما كالظل، لا يرى أي شيء من ملامحه، مما جعل جسد وسام يرتجف بقوة أكبر مما هو عليه، وهو يصرخ بصوت خائف ومرتعب: من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ اسمي هو السيد إتش،
أنا جزء منك، ولطالما كنت هكذا. إن كنت لا تصدقني فانتظر للحظات قليلة، وستجد نفسك معتاد علي وكأنني صديقك المقرب، رغم أنني بالنسبة لك أكثر من هذا بكثير. أي شخص في هذا الموقف ما كان ليصدق ما قاله الظل والذي يسمي نفسه بالسيد إتش؟ هذا هو رد الفعل الطبيعي، إلا أن وسام كان رد فعله مختلف تماما، فلقد اقتنع سريعا بما قاله السيد إتش، ثم عاد للجلوس على الأريكة وهو يرمقه بنظرات متشككة، مما جعل السيد إتش يستكمل كلامه قائلا: قررت الظهور أمامك لأنني قد أشفقت على حالتك. إلى متى تنوي الاستمرار فيما تفعله أيها الضابط وسام؟ ماذا تعني؟ إن الرجل الجالس أمامي الآن، هل هو حزين على فقدان ولده الوحيد؟ أم أنه غاضب من الشرطة والتي قامت بإطلاق سراح قاتله؟ اعترت وسام نوبة غضب فجائية حالما سمع كلام السيد إتش، وسرعان ما تناول كأسا خزفيا كان موضوعا على المنضدة أمامه، ثم رماه بكل ما أوتي من قوته ليصطدم بالجدار ويتحطم إلى قطع متناثرة، هذا قبل أن يلتفت إلى السيد إتش ويهم بالصياح بجنون وهو يقول: اللعنة عليهم جميعا، إن دماء ولدي أحمد قد ضاعت هباء بسببهم. لن أنسى تلك الكلمات أبدا حين قال لي: أبي، إن زميلي عماد هو من قام بطعني، فر هاربا بعد قيامي بهذا وهو يظن بأنني قد فارقت الحياة. أرجوك يا أبي قم بإلقاء القبض عليه، أرجوك. هذا ما قاله لي قبل موته بلحظات. تلك النظرات والتي كانت تعتري وهو يقول تلك الكلمات لا أستطيع وصفها، كانت أعينه ممتلئة بحزن وألم لم أعهدها من قبل. ثم باشر وسام بضرب المنضدة بقبضته مرة تلو الأخرى وهو يستمر في صياحه قائلا: سحقا سحقا. القاتل الذي من المفترض أن يكون معلقا على حبل الإعدام هو الآن حر طليق وقد فر بفعلته فقط لأنه لم تكن هناك أدلة كافية تدينه، تمكن ذلك المجرم من الهرب سحقا. ربما تكون الشرطة قد قامت بإطلاق سراحي، لكن ما زال هنالك شيء يمكنك القيام به. ثم اقترب السيد إتش بحركة سريعة وقابل وجهه وجه وسام المرتعد وهو يقول في برود شديد: الانتقام. ثم سرت رقفة قوية في جسد وسام حالما سمع هذه الكلمة تخرج من السيد إتش. ظل صدى كلمة الانتقام يتردد مرات عدة في عقل وسام لمدة دقيقة أو دقيقتين، مما جعل السيد إتش يواصل حديثه بحماسة متزايدة قائلا له: هذا صحيح يا وسام، الانتقام هذا هو سبيلك الوحيد من أجل استرداد دماء ولدك والتي ضاعت هباء. فلتفكر قليلا، إن لم تقم الشرطة بتطبيق العدالة على ذلك المجرم فعليك أن تطبقها بنفسك. صمت وسام
وارتجافه الشديد استمر دقيقة إضافية. بعد أن هدى قليلا وعاد إليه اتزانه جسديا وذهنيا، أطلق ضحكة مجنونة استمر صداها في التزايد حتى سمعت في جميع أنحاء الشقة. ثم التفت نحو السيد إيتش وهتف في مرح غريب: نعم، إن هذا صحيح، أنت محق، هذا ما يجب علي فعله. الأمر سهل جدا عندما تفكر فيه. يمكنني معرفة عنوان ذلك المدعو عماد من ملفات الشرطة، ولدي سكين في المطبخ يمكنني استعمالها أيضا. ثم ازداد حماس وسام كثيرا قبل أن يستكمل كلامه ضاحكا بهستيريا: أجل، سأفعلها، بالتأكيد سأفعلها، انتظرني قليلا يا أحمد، سأستعيد دماءك التي أهدرت بكل تأكيد، فقط انتظرني. ثم أطلق ضحكته المجنونة مرة أخرى. كانت شقة عماد صديق أحمد القديم صاخبة كعادتها في كل يوم، فمن هواياته المفضلة الاستماع إلى الموسيقى الأجنبية بصوت يفجر طبلات الأذن. لم يسمع الطرق الذي كان على بابه إلا بعد أن كان على وشك أن يتحطم. قام عماد بضجر يطفئ مسجل الصوت، ثم توجه نحو الباب وهو يصرخ بكلمة: حاضر حاضر، وهو يسب ويلعن الطارق في داخله وإن كان لا يعرف هويته. وجه شاحب أبيض بنظرات دبت الرعب في قلبي. هذا ما شاهده عماد حالما قام بفتح الباب، ورغم ارتباكه الشديد إلا أنه ابتسم ابتسامة مصطنعة وقال في تردد: حضرتك تريد شيئا؟ فقابله صوت وسام الجاف وهو يغمغم قائلا: هل أنت السيد عماد رامي؟ نعم أنا هو، أي خدمة. ومن دون سابق انذار قام وسام بدفع عماد إلى داخل شقته دفعة قوية جعلته يرتمي على الأرض وهو لا يعرف معنى هذا التصرف. قبل أن يعاود النهوض تقدم وسام نحوه وجلس عليه حتى يمنعه من الوقوف على قدميه، ومن جيب معطفه يخرج سكين المطبخ والذي أحضرها معه من منزله، ثم يبتسم ابتسامة خبيثة وهو يقول: إنها العدالة، العدالة يجب أن تطبق. ورغم أن وسام لم يقل سوى هذه الجملة اليتيمة إلا أن عماد قد أدرك كل شيء. أدرك أن هذا الرجل هو أحد أقارب أحمد، وأنه ينوي الانتقام مما فعله بأحمد بعد أن قرر الأخير إبلاغ الشرطة عنه لحيازته المخدرات. وفي محاولة بائسة صرخ عماد بذعر شديد وهو يقول: انتظر انتظر يا عمي، دعني أشرح لك الموقف. إلا أن عماد لم يكمل جملته، فطعنت وسام والتي أصابت صدره حولت جملته التي كان على وشك أن يكملها إلى صراخ، صراخ مؤلم هز أرقان المنزل. وبينما كانت الدماء تتناثر في كل مكان من حوله قال وسام بسعادة عارمة: ليس بعد، إن أحمد لن يرضى بطعمة واحدة، إنه يريد المزيد، المزيد. ثم طعنة أخرى من وسام في المعدة، ثم ثالثة في الرقبة، ورابعة في القلب، وهكذا تواليك حتى أصبح مجموع طعنات 12 طعنة. عندها رمى وسام السكين بعيدا ثم استمر في الضحك وهو يهتف: هل تشاهدني الآن يا أحمد؟ لقد طبقت العدالة علي، يمكنك الآن أن تركض بسلام في مكانك، فلقد حققت أمنيتك.
قبل أن يتمم وسام جملته، إذا بالشرطة تقتحم الشقة ثم تطلب من وسام أن يرفع يده عاليا، بينما هتف رجلا كان بجانبهم قائلا: كما قلت لكم، لقد رأيت هذا الرجل يقتحم هذه الشقة، ولقد كنت محقا. الحمد لله أنني اتصلت بالشرطة قبل أن يهرب هذا المجرم. صمت الضابط قليلا ثم قال في حزن: لم أتوقع أنك ستفعلها يا وسام، خذوه يا رجال. لم يستوعب وسام بعد ما حدث إلا عندما أمسكه الشرطيان وأرادوا اعتقاله. عندها فقط صرخ وسام بجنون وهو يبعد عنه الشرطيان قائلا: ماذا تفعلون؟ لما تقبضون علي؟ أنا لست بمجرم، لقد طبقت العدالة فقط. رغم مقاومته إلا أن الشرطيان تمكن من إمساكه وتقييد يداه وهو يستمر في صراخه: توقفوا توقفوا، لما تأخذوني؟ إلى أين؟ قلت لكم أنا لست بمجرم، اتركوني. وتحول صراخ الجنون فجأة إلى نحيب وبكاء مرير بعد أن وجد أن مقاومته لم تنفع وأنه ينقاد إلى سيارة الشرطة كالمجرمين تماما. توقفوا توقفوا أرجوكم، لما تعاملوني كمجرم؟ لقد قتلته في سبيل العدالة، شخصا مثله لا يجب أن يحيا على هذا العالم، لماذا؟ لماذا؟ واستمر وسام في ترديد هذه الكلمات وهو ينقاد إلى سيارة الشرطة والذي ارتفع صفيرها وهي تتوجه حاملة سجينها إلى مقصدها المعتاد، قسم الشرطة. السجن هو المكان الذي يقبع فيه المجرمين، وهناك قبع الضابط وسام والذي لطالما كان يحتقر سجناءه من خارج الزنزانة، إلا أن هذه المرة كان الضباط الآخرون هم من يرمقونه بنظرات الاستصغار وهو داخلها مرتديا بدلة السجناء البرتقالية، يتمدد على فراش مهترئ وضائع في أفكار لا يعلمها إلا الله فقط. طوال فترة حبسه في السجن لم يتفوه بكلمة واحدة، إلا وأنه في ليلة سمع جميع من في قسم الشرطة تقريبا صراخه وهو يتحدث مع شخص ما. كانت تلك الليلة والتي ظهر بها السيد إيتش أمامه للمرة الثانية: هل ترى كيف وصل حالك؟ أصبح شكلك مثل المجرمين والذي كنت تقبض عليهم كل يوم. استشاط وسام غضبا وهم بالصياح قائلا: لا تقل هذا أيها العين، أنا لست بمجرم، لقد طبقت العدالة التي كانت يجب أن تطبق. هل كنت تريدوني أن أترك ذلك القاتل حتى يقع على يده ضحايا آخرين؟ لماذا لا تفهمون إنني فعلت هذا من أجل العدالة؟ لا، أنت لم تفعل هذا من أجل العدالة، لقد كان هدفك شخصيا ألا وهو الانتقام من قاتل ابنك، لا أكثر من هذا ولا أقل. أحسن، حتى وإن كنت قد فعلت هذا من أجل الانتقام فإنها النتيجة نفسها، لقد خلصت العالم من مجرم كان على وشك أن يعيث فسادا في هذا العالم. وماذا عنك أنت؟ متى سيتخلص العالم منك حتى لا تعيث فسادا فيه؟ صمت وسام متفاجئا، بدأ دموعه بالانهيار من عينيه وهو يهم راكعا على رأسه أمام أنظار السيد إيتش قائلا: أنا لست مجرما،
لطالما كنت مناصرا للعدالة، لماذا لا تصدقوني؟ على الإنسان أن يقول الأشياء التي يؤمن بها، يعتبرها واحدة من مبادئه. القتل هو جريمة، لطالما كنت تقول هذا، أليس كذلك؟ المبدأ الذي كنت تفرضه على غيرك طوال الوقت، ها أنت الآن تحاول إنكاره. لا تحاول تبرير ما قمت به يا سيد وسام. لقد حللت لنفسك جزء من الخطأ، والذي لطالما كنت تؤمن به، وذلك لكي تحقق الهدف الذي كنت تبغاه. لقد قتلت شخصا، وهذا يعني بأنك أصبحت مجرما. حاول أن تتقبل نتائج فعلتك، ولتنتظر بصبر حكم الإعدام الذي سيصدر عليك. حالما أنهى السيد إيتش كلامه حتى جن جنون وسام، صارك الثور الهائج وهو يدور في زنزانته. صراخه وهو يسب ويشتم ويلعن جعل أفراد الشرطة يرعون نحوه محاولين تهدئته. لقد احتاج الأمر إلى 3 حراس من أجل السيطرة عليه وقيادته إلى مكتب الضابط من أجل التحقيق معه في قضيته. الغريب في الأمر أن الحراس 3 سمعوا وسام وهو يصرخ على أحد اسمه السيد إيتش. كان الصوت يصدر من داخل الزنزانة رغم أنه لم يكن هناك أي أحد على الإطلاق معه. عليك أن تصدقني أيها المحقق، أنا لم أتعمد قتله. هكذا صرخ السجين وسام بأعلى صوته وعيونه قد أغرقت بدموعها. صوته المرتجف والمتوسل لم يحرك ذرة مشاعر في قلب الضابط، والذي كان يجلس أمامه على مقعد وثير ينفذ دخان سيجارته والذي ملأ الغرفة بأكملها، هذا قبل أن يقوم بإطفائها والتحدث بصوت بارد كالثلج وهو يقول: القتل هي جريمة سواء كانت متعمدة أم لا، مهما كانت الأعذار الواهنة التي ستقوم بتقديمها، فإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها. أرجوك أن تسمعني أيها المحقق، كل ما في القصة أنه اخرس، أنا لا أحب سماع أصوات المجرمين. جميع الأدلة التي عثر عليها في مسرح الجريمة كانت تدينك أنت فقط، وهذا هو ما أحتاجه. المجرمين من أمثالك الذين يعكرون صفو وسلام هذا العالم يجب عليهم أن يقتلوا جميعا. ثم إشارة من يد الضابط جلبت 2 من الحراس لينتشلوا السجين وسام من أجل إعادته إلى زنزانته. ورغم بكاءه المرير وتوسله المتواصل من أجل فرصة فقط ليدافع بها عن موقفه، إلا أن الضابط كان قاسيا كالحجر، لم يكن يملك ذرة مشاعر كي يشفق بها على ذلك المسكين والذي كان يجرجر رغما عنه إلى حبل الإعدام. أنا مناصر للعدالة، لا تقبضوا علي، اقبضوا على السيد إيتش، وهو السبب، وهو من جعلني أفعل هذا. هكذا كان يقول وسام، هكذا كان يصرخ، لكن لا مستمع له على الإطلاق. لكل إنسان مبادئه الخاصة، تصرفاته مع الآخرين ومعاملته لهم تندرج تحت هذه المبادئ والتي اتخذها كميثاقا له، إلا أن هذه المبادئ في بعض الأحيان تتحول إلى أقنعة
يخفي بها الإنسان هويته الحقيقية والتي هو عليها. تجده يراقب تصرفات الناس، يناظرها، يقوم بتخطيء كل فعل لا يتماشى مع قناع المبادئ الذي قام بصنعه. إلا أنه عندما يواجه موقفا يتطلب منه التعارض مع هذا القناع، يقوم بإزالة جزء صغير منه حتى يسمح لنفسه بتمرير هذا الموقف. ولهذا تجد أولئك الذين يرتدون هذا القناع أشخاص متناقضين، أقوالهم وأفعالهم مختلفة تماما. لا يمكنك معرفة ماهيتهم إلا بعد أن ينكسر هذا القناع نهائيا، ثم تظهر وجوههم والتي لطالما كانوا يقومون بإخفائها. تمت.